جماعة أحلاف في واحد الدورة تكوينية الخاصة بالعملية الأخرى ديال المسار التقني ديال زراعة الحبوب اللي هي عملية الحصاد. دوينا عاوتاني على الزرع المباشر باش تفكروا الناس أن العام الجاي عاوتاني إن شاء الله باش نبداو الموسم بطريقة سليمة، وخاصة الحفاظ على البقايا ديال الحصاد لأنها كتشكل واحد الغطاء بالنسبة للبلاد، الشيء اللي كيخلي أن الماء ما يتبخرش لينا ونحافظوا على داك شوية الماء اللي عندنا في البلاد نظرا للتقلبات المناخية اللي كنعيشوها مؤخرا. والحمد لله دازت واحد الفورماسيون مزيانة وكانت استفادة عامة. احنا اليوم متواجدين في جماعة نتاع أحلف إقليم بن سليمان، فاليوم مع الفلاحة ذكرنا على كيفاش يحضروا الموسم ديالهم تاع الحصاد. فمن الأهم أنه بالنسبة للحصاد الآلي تقنيات كلها نتاع المسار التقني تنحاولوا أننا نتكلموا عليها من بداية الموسم، يعني الزرع المباشر ولا تهيئة فراش البذر باش نقصوا من النسبة نتاع الضياع إلى محاربة الأعشاب الطفيلية القبلية والبعدية، نسبة البذور اللي غادي تزرع في الهكتار، تسميد العمق ولا التسميد الأزوتي، كل واحدة من هذه الخاصيات تنبينوا أشنو النسبة نتاعت الضياع اللي ممكن توقع الوقت اللي تنكون المقاومة نتاعت الأعشاب الطفيلية ما كانتش في محلها، وتنبينوا لهم كذلك بأنه الكمية نتاعت المحصول اللي تدخل الماكينة راه غادي تأثر لنا على نسبة الضياع كذلك، خاصة مع السرعة نتاعت آلة الحصاد. كنشكروا الناس ديال المثمر اللي يعملوا لنا هذا اليوم تحسيسي وتكويني، حيث أكدوا على أن عدم حرث الأرض بعمق ثم كيفية ضبط الآلة أو آلة الحصاد، وثالثا عملية التبن، اي بقايا التبن يجب الا نفرط في هذه الكميه ديال التبن لانها تعود على الارض بفوائد جيده لكي يكون محصول مستقبلا جيد. النصيحه الاساسيه اللي تنركزوا عليها بالنسبه للفلاحه هي عدم استعمال الراتو، لانه ذاك الراتو تينتف هذاك الزرع وتيهز معاه الحجر ويهز معاه التراب، فتيخرب لنا البنية السطحية نتاع التربة اللي هي أساس البنية باش تيشرب التراب داك الماء اللي نتاع التساقطات المطرية اللي تتكون. الفلاحة دائما في حاجة إلى أرشال، وكنوجه الشكر الجزيل للمسؤولين هذو اللي من العاصمة المثمر اللي ما كيبخلوش علينا بالنصائح والتوجيهات بشكل شخصي أو بشكل آلي، بحال مثلا الابليكاسيون ولا ما احتجناش حاجة ولا شي حاجة نديروا في الابليكاسيون وكيجاوبونا. كنتمنى هذه المبادره تعاود مره اخرى حول مواضيع اخرى باش يستافد الفلاح اكثر، حول الزرع المباشر اللي حاولنا درناه، حول كيفيه التسميد تحليل التربه. شكرا للمثمر.